بشكل نهائي يوم أمس في بلدية المهذر بولاية باتنا بسبب إضراب عام شنه التجار بسبب ما اعتبروه الصرامة الزائدة عن اللزوم والمطبقة عليهم من طرف أعوان الرقابة. سعيد حريقة رصد لنا التصريحات التالية. اليوم عندنا يوم احتجاجي وغلقنا محلات نتاعنا سبب نوعا ما هما بزاف اسباب مي كاين اسباب يعني رئيسه في هذا الاحتجاج هذا منهم هذا الاسبوع ولا الاسبوعين هذو اللي فاتوا رجال تاع المديريه التجاره اعوان المراقبه هذو فاتوا علينا داروا لنا محاضر نشوفوها احنا تحسوفيه ممكن القانون يشوف فيها طريقه واحده اخرى. او درك واحد ثلاث احتجاجات ولا حضر رئيس دائره ورحنا لمدير التجاره وهضرنا معاهم وقالوا لنا حكينا معاهم على بزاف امور ومنهم الفاتوره راهي هنا في الجزائر ما كانش فاتوره رانا احنا السواق هنا في كيما السوق هنا في المعذر يعني هنايا التجار بلديه المعذر نظيفه وصغيره وعندنا الولايه قريبه لينا التجاره هنايا ناقصه شاك فوا يخرجوا يمليوا علينا سيرفيس فاكتوراسيون ويقول لك لا فاكتوراسيون كروسي ما عندوش ما يعطيكش فاتوره راه زعما ما كانش اللي يعطيك فاتوره تشري لي يعطيك فاتوره تشري صندوق حوت يعطيك فاتوره شكون يعطيك فاتوره. من جهته مدير التجاره اعتبر ان جميع اجراءات اعوان الرقابه لم تخرج عن اطارها القانوني. بالنسبة للفوترة هذا شيء مفروغ منه، يعني هناك قانون، هناك إجراءات تتطلب كذلك يعني بأنك أي منتوج يعني يباع يكون مرفق بفاتورة، وخاصة بالنسبة للهواتف النقالة اللي فوق يعني السعر تاعها 4 و5 ملايين سنتيم. لا احنا نهضروا بالنسبة للتجار يعني مكان وقوع المخالفة. تربويا دخل أولياء